مع ظهور السينما في أواخر القرن التاسع عشر قفزت الكوميديا من المسرح إلى حيز جديد تماماً، لكن مخرجيها واجهوا تحدياً كبيراً في إيصال رسالتهم الفنية اللي كانت معتمدة على الصور المتحركة فقط. فالتقنيات اللي كانت متوفرة في ذلك الوقت وحتى أوائل القرن العشرين كانت ما فيها صوت، وكان هذا أكبر ما يميز السينما لوقت طويل عن المسرح المعتمد أساساً على الحوار. أما السينما فكانت صامتة.